تحديات صناعة الدواء، عنوان رئيسي لمؤتمر شعبة الأدوية بالاتحاد العام للغرف التجارية. المؤتمر ناقش مستقبل صناعة الأدوية في مصر إضافة إلى أزمة نقص الدواء وتسعيره. لابد من أنه كما وعد السيد وزير الصحة بأنه حيراجع ل 14 ألف دواء ويعالج تشوهات التسعير. الدواء اللي هو لا يحتاج لزيادة في السعر فيتم مراجعة سعره، والدواء اللي محتاج دعم بأنه هو يترفع سعره. احنا عندنا مقترح جديد للتسعير هنتقدم به برضو معالي الوزير الصحة، بحيث هناك تشوهات في التسعير وتشوهات في إجراءات التسعير نفسها، وبالتالي لابد من وضع سياسة شفافة. في لجنة حاليا موجودة في إدارة الصيدلة بتراجع على الأسعار كلها، ده المفروض ابتدت من الكلام ده من أول السنة، من ساعة ما طلع قرار التسعير وزيادة الأسعار القديمة. فكان المفروض ان هو في شهر اغسطس في موجه ثانيه لزياده الاسعار، بس الناس توافقت على ان هو تستنى لغايه لما يحصل اعاده دراسه كل الاسعار الادويه الموجوده في مصر. الدواء سلعه مش بتحتاج تقنيه معينه في التصنيع، المواصفات دي بتكلفنا كتير، الشركات بتتكلف، فبالتالي معنى ان انا ما احركش الاسعار يبقى انا كده بقتل صناعه الدواء. قانون التأمين الصحي الجديد ومدى تأثيره على مستقبل صناعة الدواء كان له النصيب الأكبر من النقاشات في ظل فرض القانون لرسوم على الشركات ومصانع الأدوية الجديدة. احنا محتاجين لما نيجي نطبق أي رسوم نبقى عارفين كويس أوي اقتصاديات الشركات واقتصاد الصيدليات شكلها ايه في ظل الظروف اللي احنا بنمر فيها. تاني حاجة، احنا محتاجين دعم كامل لصناعة الدواء من خلال التشريعات، من خلال إعادة صياغة، إعادة هيكلة لمنظومة الدواء داخل مصر. قانون التأمين الصحي أغفل شريحة كبيرة من أصحاب الصيدليات بالذات، لأنه ما ذكرش حتى قانون المنظم للدواء ولمهنة الصيدلة اللي هو القانون 127 لسنة 55. لازم يبقى فيه اعتبار في القانون لأصحاب الصيدليات، وإلا ستدمر هذه المهنة. تحديات كبيرة تواجهها صناعة الأدوية، لكن يظل تطوير هذه الصناعة أملا لتقليص استيراد الدواء وتوفيره بأيد مصرية. هشام الرباط، هنا العاصمة.